السلام عليكم. النهارده جايب لكم ست أدلة هتدور حوالين موضوع واحد، وهو البعث. هل البعث برضه هو مجرد إيمان إحنا بنؤمن بيه وخلاص، ولا قامت عليه أدلة عقلية يقينية؟ ده موضوعنا في مدرس دين النهارده، تابعوا معانا الحلقة. السلام عليكم. النهارده هناقش معاكم قضيه البعث، ان الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق يوم القيامه ليحاسبهم. ازاي الموضوع ده قامت عليه ادله، ست ادله يقينيه، والادله دي في القران. البعض بيعتقد ان القران مجرد نقل احنا بنؤمن بيه وخلاص، لا، هو الادله العقليه اصلا جوه الادله النقليه، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمنا ازاي نستدل على قضايا الايمان بادله كمان عقليه. فخلينا ننتقل بسرعه الى ادله البعث. ازاي استدل انا واحد عايز اناظر واحد واقنعه بقضيه البعث؟ ازاي اجيب له ست ادله يقينيه قطعيه عقليه؟ دليل الاول انا بسميه نسميه النشاه الاولى. النشاه الاولى اللي خلق من العدم اسهل انه يعيد، مش كده؟ يعني قال الله تعالى: ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، مش كده؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين. طيب قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه؟ أهون عليه. وهو إيه؟ أهون عليه. يعني إعادة الخلق أهون أم يعني بدء الخلق؟ لا شك الإعادة أهون، فالذي بدأ من العدم أسهل عليه أن هو يعيد، يبقى النشأة الأولى. دليل الثاني خلق الأعظم، نسميه خلق الأعظم، إن الذي خلق ما هو أعظم من الإنسان من السهل جدا واليسير جدا عليه أن يعيد الإنسان اللي هو المخلوق الأضعف. قال تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء، مش كده ولا إيه؟ طيب ربنا قال في آية تانية: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عن يحيي الموتى، بقادر عن يخلق مثلهم، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأعظم قادر على أن يحيي الموتى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير. دليل الثالث القدرة على التحويل من حال إلى حال، لأن شبهة الكفار دايما يقول لك إذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، إزاي هيحولنا تاني؟ فربنا ضرب أمثلة على قدرته على تحويل الأشياء من حال إلى حال. قال الله: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. وقال سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالذي يقدر على تحويل الأشياء من حال إلى حال قادر أن يحولكم من أي حال إلى حال. من الأدلة أيضا اليقينية إحياء الأرض بالنبات، لأن مسألة إحياء الأرض بالنبات شبه إحياء الموتى بالضبط. أرض ميتة فيها حبة، الحبة دي شبه الجزء اللي هيفضل منك بعد ما تموت، اللي هو آخر العمود الفقري اللي بيسموه عجب الذنب. الزرع بيطلع من الحبة ديت، انت برضو هتطلع من الجزء اللي هيفضل منك. الشجرة بتبقى حاجة كبيرة ضخمة، انت هترجع على هيئتك الأولى. ربنا استدل بإحياء الأرض بالنبات على البعث. قال تعالى في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. عندنا بعد كده دليل قوي جدا أن ربنا بالفعل أصلا أحيا ناس في الحياة من الموت، وإحنا لسه قبل البعث أصلا ربنا أحيا ناس وحيوانات كما في قصة البقرة: فقلنا اضربوهم ببعضها، ضرب البقرة صارت حية. وده متواتر في كل الايه، في كل الـ 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 الرسالات. قصة مشهورة أصحاب الكهف ماتوا 300 سنة، سموها نوم موت، بس 300 سنة حاجة أشبه بالموت، وربنا أحياهم مرة ثانية. كذلك الطير في قصة إبراهيم عليه السلام: أرني كيف تحيي الموتى، أمروا أنه يذبح طير يموتهم، وبعد كده جاءوا إليه يسعون أحياء. الحمار في قصة عزير قال: وانظر إلى حمارك، لما رجع الحمار تاني بعد الموت بعد 100 سنة من الموت قال: ولنجعلك آية للناس. بالفعل ربنا أحيا ناس بعد الموت في نفس الحياة. نمرة ستة ودي خطيرة، أن الحكمة تقتضي ذلك. عارف ما فيش كل الأدلة دي، ممكن أصلا بالعقل كده تقول لازم يبقى في بعث، إزاي نموت كلنا ويبقاش في بعث؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخلق دوت وبتاع، ويبقى في القاتل واللي ما قتلش، واللي ظلم واللي عدل، والمسلم والكافر، والبر والفاجر، بعد كده كله يموت وخلاص، مفيش مظالم هترجع، مفيش حد هيبتاع. لو انت قريت قصه او شفت فيلم مثلا ولا المثل الاعلى، خلص ان قتل، انت لوحدك هتسال ايه؟ وفين الجزء الثاني؟ هو خلص كده؟ ما ينفعش، القصه فاشله.
نعم هو ده اللي هنقوله، ان لو قصة الدنيا انتهت على كده يبقى ده عبث. التسوية تعني الفشل، تسوية زي يسوي بين المسلم المسلم والكافر والبر والفاجر والظلم واللي اتظلم، ازاي ما الناس مش هتاخد حقوقها في الاخر. يبقى العقل يقتضي ان لازم لازم يكون في حياة تانية. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار. قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فديت أدلة عقلية أنت قوي فيها كده وأنت تثبت البعث لأي حد. ربنا يعلمه إياكم. يا ريت تشاهد الفيديو، لو عندكم كومنت اكتبه تحت. جزاكم الله خيرا.